السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله كفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. القرآن. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن الصلاة صلى له سائر، وإن فسدت فسد سائر أعماله. يا أيها الإخوة أساتذتنا الإزة وإخواني البرارة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة عزيزة حول الموضوع الصلاة. الصلاة عبادة فرض الله تعالى على عباده المسلمين في 5 مرات في اليوم، وهي ركن الأساسية من أركان الإسلام. في الحديث الشريف: الصلاة 5 جماعات إلى الجماعات كفارة لما بينهن لم توصل قبائل.